مساء الخير، اهلا بيكم في امسيه جديده من امسيات ورشه الزيتون. بيشرفنا النهارده وجود الكاتب والقاص الدكتور المهندس مجدي عبد الحميد في مجموعتي القصصيه الفرص الضائعه اصدار دار الحروسه. دكتور مهندس مجدي عبد الحميد هو سياسي وحقوقي وله في العمل العام وله روايتين تحت الطبع. بيأخذنا في الفرص الضائعة في رحلة على امتداد 16 قصة، ممكن ان احنا نجد معظمها من المدرسة الواقعية الكلاسيكية. لو ممكن تقرأ لنا حضرتك جزء تفضله من الفرص الضائعة نبتدي بيه الأمسية، أي جزء حضرتك تفضله للقراءة أكثر؟ أولاً مساء الخير على حضراتكم جميعاً، وأنا الحقيقة بتوجه بشكر كبير قوي للصديق العزيز القديم شعبان يوسف، لأن أنا أعرف بعض من زمان قوي، فبتوجه له بالشكر، والشكر طبعاً موصول لورشة الزيتون الأدبية. الحقيقة يعني ورشة الزيتون واحدة من أهم العلامات في مجال الصالونات والمنتديات الأدبية والثقافية في مصر، اللي يعني يميزها مش بقى يعني حاجات كتير قوي، لكن يمكن من أهمها قدم عمر الورشة واستمراريتها والدأب الشديد وانتظامها، وقد كده ناس كتيرة قوي عدت عليها ولها أيادي بيضاء على الكثيرين من كتاب وأدباء وقصاصين شبان وشابات كثيرين. أنا يمكن عايز أقول بس يعني حاجة سريعة كده، أنا علاقتي بهذا المكان كان ده اللي احنا فيه بقى لها حوالي 45 سنة. دخلت المكان ده في بداية يعني في أواخر السبعينات كناشط سياسي في ذلك الوقت، واشتغلنا من خلال المكان ده حاجات كتير قوي، أعمال سياسية كتير قوي فيه، وانقطعت الصلات وتقطعت السبل، والناس راحت في تفرقت وراحت في أماكن كثيرة، ويعني بعود للمكان ده مرة تانية من مدخل تاني خالص لم يكن يخطر لي في ذلك الوقت على بال، وهو من مدخل الأدب والثقافة اللي مختلف تماما عن المدخل الأول لهذا المكان. أنا سعيد جدا بالمكان وسعيد بالناس اللي فيه، وشاكر جدا للدعوة والاستضافة النهارده. في قبل ما أتكلم على يعني دي مجموعة الفرص الضائعة، هي أول عمل منشور ليه؟ ليه اجتهادات كتيرة في الكتابة في حاجات كتيرة، لكن ده أول عمل مطبوع و منشور، وبعمل حاليا على عملين روائيين يعني هتكلم بعد شويه عنهم، يعني البطء الشديد وهقول اسبابه ايه. يعني الحقيقه انه المجموعه القصصيه اللي بين ايدينا بتنقسم الى قسمين، هما 16 حاجة، منهم 12 تقريبا، حوالي 12 قصة ينطبق عليهم حرفيا القصة القصيرة بكل مشاكلها يعني، لكن هي قصة قصيرة. وفي أربع أعمال هي ما بين القصة القصيرة واللي ممكن كانت تتزق في اتجاه انها تكون اللي بيسموها القصه القصيره الطويله. فده كان حاجه كده، لكن لان دي كانت التجربه الاولى في النشر بالنسبه لي، فحطيت كل اللي عندي بعمله زي ما بيقولوا زي ما هو كده، وقلت اسيب الدنيا تشوف هتعمل ايه.
الحقيقة دي مش ده مش أول مرة بالنسبة لي بالنسبة لهذه المجموعة. التقيت في عدد من المناسبات بتقدر تقول بجلسات فيها نقد لهذا العمل. أنا استمتعت به جدا، استفدت منه جدا، استفدت منه في كتاباتي بعد كده وفي اللي أنا بعمله دلوقتي. استفدت كتير من كل الرؤى النقدية اللي اتقدمت واللي اتقالت لي، وحكون سعيد جدا بإني أستمع للنقد النهاردة، لأنه أنا حاسس إن ده في خلال الأشهر اللي فاتت من لحظة صدور هذه المجموعة في خلالها حصل حاجات كتير قوي خلتني أنا قادر أقول بأريحية شديدة استفدت وتعلمت حاجات كتير. أنا بكتب من زمان، يعني إيدي علاقتي بالورق أو القلم علاقة قديمة جدا، لكن كان كلها يعني أكثر من 90% حاجات لها علاقة بالعمل السياسي، بالكتابات السياسية. والكتابة السياسية لها طبيعة مختلفة خالص، يعني ممكن يبقى فيها التحليل، اهتمام بالتحليل وبدقة الموقف المتخذ أو أشياء من هذا القبيل، لكن ما فيهاش قوي، وده الواحد بقى اكتشفه لما دخل عالم الأدب، ما فيهاش قوي الاهتمام بجماليات اللغة، ما فيهاش قوي الاهتمام بحاجات كتير قوي من اللي مرتبطة بالأدب كأدب. وعشان كده ده يمكن يعني أثر معايا شوية في عملية الانتقال من العمل السياسي والجهد السياسي والكتابة في المجال ده إلى المساحة الأخرى اللي هي المساحة الخاصة بالكتابة. انت كده عايزنا نبحث على فكره، واضح ان انت بتاثر علينا، فسيبنا لا يعني انا كنت افضل ان كلام حضرتك ده يبقى في الاخر. لا معلش، لا انت كده انت بتاثر على هيئه الدفاع. هو في هيئه الدفاع طبعا. يلا اوكي. طيب انا الحقيقه يعني حابب بس يعني إذا كنتوا حابين، أنا حابب أن أتكلم عن آخر حاجة في هذا العمل اللي اسمها فانتازيا ألف. دي يمكن حضرتك هتقراها هتقرا جزء عشان اللي ما قراش يعني احنا في القراءة، خلينا في القراءة. كان في البدايات الأولى لعقده السابع حين علم بذلك الاختراع العجيب، حيث تمكن أحد العلماء من تركيب عقار يستطيع الشخص بمقتضاه أن يستعيد أي مرحلة من حياته ليعيشها من جديد بالطريقة التي يختارها الآن. انبهر بالفكرة وقرر أن يلتقي بهذا العالم العبقري للتعرف أكثر على ذلك العقار الغريب الذي سيحدث حالة كونية حقيقة ويمكن أن يغير حياة أي إنسان. نجح في الوصول إلى العالم وجلس معه ليستمع ويتعرف أكثر على ذلك الإنجاز العلمي المعجزة، وكان مصيب بحيرة شديدة عندما عرف بالتفصيل طبيعة الاختراع وميزاته وشروط استخدامه، حيث أخبره العالم بأن العقار يمكنه من استعادة 10 سنوات فقط من أي مرحلة عمرية يختارها بنفسه ليعيشها من جديد، وعليه أن يراجع اختياراته السابقة لنوعية الحياة التي يريدها. تبقى بعدها جميع الاحتمالات مفتوحة، وفي علم الغيب بدءا من احتمال الاستمرار في الحياة وفق الاختيارات الجديدة أو العودة بعد قضاء المدة إلى ما كان عليه في السابق، إلى احتمال توقف الحياة بعد انتهاء السنوات 10 نهائيا. وأعطاه العالم كما هو متعارف عليه لجميع مستخدمي العقار مهلة أسبوع للتفكير قبل الموافقة على تعاطيه واختيار المرحلة التي يرضى في العودة إليها. نسيب بقى عن الجزء المشوق ده ونبتدي المناقشات بعد المحاضرة.